السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم هنا في هذا الشرح لطريقة تحميل أي فيديو من اليوتيوب وبأي جودة تود اختيارها. فالطريقة سهلة جدا جدا، لا تحتاج لأي تطبيقات ولا أي برامج. كل ما عليك فعله هو اختيار الفيديو الذي تود تحميله، مثلا هذا الفيديو، ثم بعد ذلك تذهب إلى الرابط الخاص بالفيديو وتقوم بمسح www. ثم تقوم بإضافة SS ويصبح الرابط كالتالي ssyoutube.com/. بعد ذلك تضغط Enter ثم تنتظر تحميل الصفحة التي يقوم بتحويلك إلى الموقع التالي. بعدها تختار هنا الجودة التي تود تحميلها، مثلا جودة MP4 أو 3GP لأصحاب الهواتف. اختار أي جودة تناسبك. سوف أضغط هنا. لاحظ معي هنا أن الفيديو تم تحميله والحمد لله. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الحلقة، ولا تنسى الضغط على سبسكرايب للقناة وشكرا.